ستشاهدون في هذا الفيديو بريميتيف من هذوك لي بريميتيف كامله اللي هي كتانولا في ا. واش حنا سبق لينا درسنا الاشاره ديال البوزيتيف؟ نعم لقد درسناها سابقا. يا الهي يعني هاد العلاقه ما عندهاش معنى الا ما قلتيش هادي، ما عندهاش ما عندها حتى شي معنى. ليش؟ لماذا؟ واخا انت في القراره ديال العقل ديالك تقول انها راه اكس تربط لفيني، ولكن الا ما كتبتيهاش هذاك اللي صحح لك في القراره ديال العقل ديالو انه خصو ينقص لك النقطه. اف التغيرات ديالها هنا لي كرواسونت ايسي لي دي كرواسونت غتكون سوبيريور ا في دو 1 سور او، وهادي انفيريور ستريكتومون ا اكس. دونك اودي خلينا 60، ما عرفت علاش انا والله ما تسرطت ليا بالله. تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في الفيديو الثاني من سلسله استعداد الامتحانات الوطنيه. ها هو الفيديو اللي فات قدامي، حبسنا حد السؤال جيم، حسب ليميت ديال اف دي اكس، ليميت ديال اف دي اكس على اكس، والتاويل الهندسي، لانتربريتاسيون جيومتريك، درنا هادشي. ابخي وكنشكركم بعدا على لي جيم هنايا، الحمد لله لي جيم 27 0 اللي داروا جونيم با. عندك يمشي شي واحد يدير جونيم با؟ والله انا لو كنت قادر كنت حدي، بس مش قادر. سلام عليك يا مدير. عندك عندك اللي ما عجبوش شي حاجه يدير جونيم با ويقولها لي في كومونتير، يقول لي الحاجه درتيها ما عجبتنيش، ما كاين حتى شي مشكل. وكنشكركم على لي كومونتير ديالكم. وكاين الناس اللي قالوا لي بغاو الامتحان ديال 2011. الامتحان ديال 2011 ها هو حاطو قدام، ها هو ديال 2011. دونك حنا غنساليو بعدا من هذا اللي حنا فيه وغنشوفو مع 2011 بما انكم طلبتوه. وجوج الناس وبلا اللي قالوها لي في فيسبوك قالوا لي بغاو ديال 2011. بما انكم باغيين ديال 2011 نديرو ديال 2011. المهم حنا هو نستنبطو هذوك لي ميثود اللي كاينه في دوك الامتحانات. اوكي دابا غنكملوا ونقول لكم واحد القضيه، هذا الشيء اللي مازال في الامتحان راه 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 مهم بزاف، في شي حوايج اللي هي مهمه بزاف، ودي تكنيك ودي ميثود اللي هما مهمين، صافي مهم بزاف. دابا ندوزو للسؤال ثانيا الف. بيان سور نعاود نذكركم اننا حنا راه خدامين في هذا الامتحان، خدمنا في الاول على اف دي اكس، واحد التذكير خفيف وصافي باش تشدوا معايا الخط. اف دي اكس هي فونكسيون ديفيني بحال هكا، موان اكس لان اكس سو ان بلس اكس كاري، اف دو زيرو ايكال زيرو، بينا ان اف متصله في زيرو بلس لانفيني، درسنا الاشارة ديال اف في زيرو بلس لانفيني، درسنا الاشارة. بينا ان بينا هاد القضية هادي، بينا ان الدالة اف قابلة للشقاق في مجال زيرو بلس لانفيني مفتوح من جهة زيرو، يعني ديريفابل في زيرو بلس لانفيني، و بينا انه ويل اكزيست ان الفا اون اوتيليزون لو تيوغرام دو رول، بسيما تيوغرام رول، بينا ان اف بريم دو الفا ايكال زيرو، كاين واحد الالفا في هذا المجال اللي كيحقق هذه القضية، واستنتجنا ان اف بريم ديال ان سيغ الفا ايكال زيرو. ابخي اعتبرنا الدالة غروند اف اللي هي بريميتيف دو اف كي سانول اون زيرو، يعني هي الانتيغرال من زيرو اكس ديال اف دو تي دي تي. فيريفينا هاد لينيغاليتي، ابخي بينا هاد دوبل لينيغاليتي تاهي، و درنا السؤال شيم. صافي دابا غنكملو من جوج جوج الف، نورمالمون فرنسية غنقولكم دو كيسيون دو ا. مونتخي كو لا فونكسيون اف اي ديريفاب سوغ لانترفال زيرو بلس لانفيني بوي كالكولي اف بريم دي سا ديريفي. المهم كيما كنقول كيما قلت لكم في الفيديو السابق، حنا ما كنخرجوش حنا ما كنخرجوش اسئله اون ديتاي، مي غنوريكم لي ميثود ونشرح لكم كيفاش. وهذا البي دي اف هذا راه حطيت لكم اللين لتحت، وغادي نحط لكم حتى في هذا الفيديو كاين الكوريجي. ها انتم شوفوا كاين الكوريجي. انا نمشي مثلا باج 12 باج 12
جلوز الكوريج شفت كاين الكوريج دونك حنا ماشي هدف ديالنا هو نشوفو الكوريجي ويجي موجود الكوريجي كاين لا بغيتي تلقى حنا بغينا نشرحو شنو هداك الشيء كيفاش الوغ رجعو السؤال قال لك سيدي مونطري كو لا فونكسيون اف غروند اف راها ديريفابل في المجال 0 بلس انفيني ابخي كالكولي اف بريم دو اكس شنو كنعرفو حنا على اف شوفو معايا هنا غروند اف هي الانتيغرال شوفو معايا هنا في الطابلو غروند اف دو اكس سي الانتيغرال دو 0 ا اكس دو اف دي تي دي تي فوالا هادشي اللي كنعرفو حنا على اف فوالا هادي كتسمى لا بريميتيف دو اف كي سانول اون زيرو حيت عرفنا حنا ان اف دو زيرو هي زيرو فوالا اف دو زيرو سي زيرو دونك بما ان اف هي بريميتيف دو اف هي ما قالو الناس راه بريميتيف دو اف مي هي راه بريميتيف نورمال علاش حيت هادي كتساوي البريميتيف ديال اف ولا اف دو اكس موان اف دو زيرو بما ان اف دو زيرو كاينه زيرو هي زيرو غتبقى هادي دونك هادي سي اون بريميتيف دو اف سي اون بريميتيف دو اف اون جينيرال الا كانت شي راه شرحتها لكم المره اللي فاتت بلا ما نعاود اوكي دونك دابا باش نبينو شي فونكسيون بحال هكا نبينو انها فين هو الكيستيون نرجعو للكيستيون قالك بين انها قابله للاشتقاق نورمالمون هنا راه اف بريم كتكون هي الديريفي ديال هادي اللي هي الديريفي ديال هادي هنا هادي زيرو اولا حتى الا كانت ما كتانيلاش بزيرو كتكون هنا كونستانت كيكون الديريفي ديالها زيرو دونك هي الديريفي ديال اف بحال هكا بحال نقولو هي اف دو اكس الديريفي ديالها هي بوتيت اف هي بريميتيف ديالها اوكي حيت اف عندها بزاف ديال لي بريميتيف عاود نفسر لكم هاد القضية إلا كانت عندنا شي اف كونتيني ياك الوغ اف راها ادمي لي بريميتيف شوفو معايا مزيان دابا نساو ليا الامتحان داكشي كنهضرو اون جينيرال اف ادمي دي بريميتيف اف كونتيني في مثلا في ا بي سيغ ا بي دونك راها كتادمي دي بريميتيف لي كيكون عندنا بور توت اكس ابارتونون ا بي عندنا ادمي دي بريميتيف نسميوهم اف ولا اف كا حيت غيكونو ديبون دو كا حيت دي بريميتيف تيل كو غتكون اف بريم دو اكس نخليهم اف هي اف دونك هادشي اش كاين ان ولا الديريفي ديال اف هي بيتيت اف ولكن البريميتيف ديال اف هي اف بلس كونستانت دونك هادو هما لي بريميتيف كامل حيت هادو كامل لا ديريفيناهم غيعطيونا اف حيت هادي سي اون كونستانت صافي ولكن ملي كنديرو لانتيغرال ملي كنديرو لانتيغرال هادي الكونستانت كتختزل اوكي الا درنا انتيغرال من ا لبي اف دي اكس دي اكس اف دي اكس دي اكس راه كتكون هي اف بلس كونستانت اف بلس كونستانت اف دو بي بلس كونستانت موان اف دو ا بلس كونستانت هنا نحيدو الاقواس تختزل لي كونستانت دونك كتبقى غير اف دو ا موان اف دو بي اوكي ولكن نقدروا نلقاو اون بريميتيف من هذوك لي بريميتيف كامله اللي هي كتانيول في ا اللي هي سانيول اون ا دونك تما اش كيكون عندنا واحد الحاله هي انك نلقاو اف دو هي اون جينيرال شنو عندنا اف دو اكس موان اف دو ا اف دو نديرو اف دو بي فوالا اف دو بي موان اف دو ا هي الانتيغرال من ا لبي ديال اف دو اكس dx اوكي هادشي اللي عندنا حنا اون جينيرال ولكن
حنا الا بغينا نردو هاد البريميتيف اون فونكسيون دو اكس نقدر نحطوه في بلاصه بي نحطو ان اكس، ولكن ما نقدرش نديرو اكس هنا و اكس في لي بورنو هنايا ما يمكنش. دونك هنا كنبدلو كنردو شي فاريابل اخرى اللي هي تي. اوكي فوالا. ولا كانت هاد غرون تي اف كتانيولا في ا كي ديس لو تيرم كيمشي حيت اف دو ا كتكون زيرو، دونك كتبقى عندنا اف دو اكس ايكال ا سا، وكتسمى هادي لا بريميتيف دو بيتيت اف كي سانيول اون ا. الدالة الأصلية للدالة اف صغيرة التي تنعدم في نقطة أ. أوكي وكتكتب بهذا الشكل هذا فوالا، حيث إكس الفاريابل هذا تيكون في لي بورن هنا فوالا، وهذا سي أن أوتر فاريابل اللي هو فاري أونتخ تي أونتخ أ و بي. هنا راه تي كيكون ما بين أ أو إكس، عفوا أ إكس. اوكي كنتمنى تفهموا هذه القضيه مزيان. بالنسبه للشروط، الا كانت هاد اف كونتينيو في هاد الانترفال ا اكس الوغ هادي اي ديفيني، والديريفي ديال هادي هي بيتي اف. الديريفي ديال هادي هي بيتي اف، حيت هادي راه داله اصليه ديال اف، دونك المشتقه ديالها هي اف صغيره. صافي مزيان. شو نرجعوا للبي دي اف. الكيسيون اللي قالوا لنا بين ان الداله اف قابله للانشقاق على المجال 0 بلس انفيني بوي كالكولي اف بريم ديكس. باش تكون قابله للانشقاق تو سامبلومون شنو نقولوا؟ غنقولوا لدينا لدينا بحال هكا، انا نكتب لكم الجواب. لدينا ولا اونا، نكتب بالفرنسي حيت في هذا كاين بالعربيه الجواب. اونا اف دو اكس c'est l'intégrale de 0 à x f de t dt. Alors f est une primitive, il est واحد من لي بريميتيف ولا اي لا بريميتيف، لان اللي كتانيول في 0 راه واحده اي لا بريميتيف de petit f qui s'annule en A. Ou là, on va dire que nous avons un F continue. Puisque F est continu, c'est une continuité d'Arore. Je connais l'intégrale Marfa. Alors, F est la primitive de petit f qui s'annule en 0. تانيلا في زيرو، علاش؟ حيت عندنا اف دو زيرو هي زيرو، ديجا هضرنا عليها. دونك بما ان اف دو زيرو بما ان هاد القضية كاينة سيم بريميتيف، دونك غتكون عندنا كغون تيف غتكون ديريفابل. اي ديريفابل و ديريفي ديالها اي سا ديريفي ومشتقتها. اذا بلاتي نعاود بالعربية، بما ان اف متصلة، اف صغيره متصله، فان اف كبيره هي الداله الاصليه لاف صغيره التي تنعدم في صفر. بين قوسين كتبت هذه. اذا اف كبيره هي قابله للانشقاق ديريفابل سور سمحوا لي كنسى بزاف ديال لي ديتاي كونتينيو سور 0 بلس لانفيني. Alors, le primitif est annulé en 1, donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, ou là sur 0 plus l'infini, c'est bon? Sur 0 plus l'infini, ah, sur 0 plus l'infini. Allez, ce qu'on dit, c'est comme ça. Et sa dérivée, il y a f prime de x est égal à f de x. A 10 000 jets. حيت راه ملي كنعوضو هادي نورمالمون هي اف، لا شتقينا هي اف بريم. اف بريم بما ان اف كبيره هي اصلي ديال اف، دونك المشتقه ديال اف كبيره هي بوتيت اف. دونك هادي خصها تكون هادي متصله باش تكون الديريفي معرفه. هادي فين متصله؟ في 0 بلس لانفيني. اذا الديريفي معرفه في 0 بلس لانفيني، ستادير اف ديريفابل سوغ 0 بلس لانفيني. اي دونك وعندنا اف بريم دي اكس هي اف اللي هي معروفه بلا ما نزيدو نكتبوكم اش كتساوي. دونك المشتقه ديال اف كبيره هي اف صغيره، باش كيحددنا لا ديريفي ديالها. ندوزو للسؤال اللي موراه، نرجعو للبي دي اف.
قال لنا سيدي ب ودروس تغيرات الدالة اف على المجال 0 بلس 9. التغيرات باش ندرسو التغيرات ديال شي دالة جو سامبل مو خصنا ندرسو اشارة ديال الشقاق ديالها المشتقة. Il faut étudier le signe de sa dérivée. Sa dérivée est petit f. Est-ce qu'on a déjà étudié le signe de petit f? C'est pas qu'on a dit l'écharge de petit f? Non. On a déjà étudié le signe de petit f. Nous voyons f de x à l'imagel. À l'imagel 0 plus l'infini. صراحة ما عقلتش انا كيف واش درسنا فنكون قلناها غير شفويين. المهم غنشوفو نعاودو نشوفو هنايا هاديك بوتيت اف هذا كيستيون جوج ب فوالا كيفاش غتجاوبو شوفو معايا في الطابلو غتقولو بما ان بويسك اف بريم دو اكس ايتيغال اف دو اكس بور توت اكس ما تنساوش هاد بور توت اكس ابارتون ا زيرو بلس لانفيني ما تنساوش سي امبورطون ولا نكتبو بور توت اكس هنا ضروري تحدو المجال نقدر نقصو لكم النقاط على حساب هادي تنضر معاكم خصكم تقولوها يعني هاد العلاقه ما عندهاش معنى الا ما قلتيش هادي ما عندهاش ما عندها حتى شي معنى ليش لماذا واخا انت في القراره ديال العقل ديالك تقول انها راه اكس زيرو بلس لانفيني ولكن الا ما كتبتيهاش هذاك اللي صحح لك في القراره ديال العقل ديالو انه خصو ينقص لك النقطه دونك دابا خصنا الاشاره ديال 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 بوتيت اف باش نعرفوا الاشاره ديال اف بريم دو اكس والاشاره ديال بوتيت اف اسمحوا لي انا ما عقلش على الاشاره ولكن غادي نغش شويه اسمحوا لي نغش نمشي للتصحيح في من عوده في من ضيع الوقت حتى انا هي اف دو اكس هي موان اكس ال ان اكس ان بلس اكس كاري ها انتوما دابا باين هنا اكس كاين في 0 بلس انفيني يعني موجب ياك موجب وهذا موجب باينه بوغ توت اكس من ار هذا كاع موجب ولكن في 0 بلس انفيني موجب بالخصوص كاين هنا واحد الموا كاين الالين اللي فيها الشك هذه كتكون موجبه في 1 بلس انفيني وكتكون سالبه في 0 1 اي دونك غيكون جوج التغيرات بحال هكا بلا ما نشوفوا التصحيح كاع هنا غيكون عندنا احنا عندنا عندنا تقولوا لدينا سابقا اون ديجا ديجا تقدر تذكروا كاع الكيستيون اللي حسب السؤال الفلاني صافي عندنا انا فوالا اكس كاين في صيغو بلس لانفيني ولكن لاش درسنا اشاره صحيح دونك اف دو اكس هي هادي غتكون ديجا درنا نكتبها هنا f de x c'est moins x ln x sur 1 plus x carré. قلنا هذا 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 كامل هذا سالب pour tout x من 0 plus l'infini ولكن هذا اللي كيبدل الاشاره حيت كاين الموانع موجب على موجب مضروب في موان هو سالب وهذا كيكون سالب في 0 1 دونك هنا غتكون موجبه وعندنا ادم في واحد وهنا غتكون سالبة لأن ln x في 1 بلس لانفيني غتكون موجبة غنضربوها في عدد سالب ونو موان فوالا وهادي هي إشارة f بريم دو x حنا قالوا لنا ادرس تغيرات الدالة اوكي السؤال هو ادرس تغيرات الدالة شوفوا معايا في بي دي اف ادرس تغيرات الدالة لي فارياسيون دو لا فونكسيون اتيدي لا فارياسيون لا دوني لو طابلو دو فارياسيون ملي كيقول لك اتيدي لي فارياسيون بحال لا دوني لو طابلو دو فارياسيون سي لا ميم شوز درت تقولهم انت يا على شكل كتابه او كنفضل انكم ديروهم على شكل طابلو دونك بما ان اشاره اف بريم دي اكس هي اف دي اكس دونك سي لا ميم اشاره هنا راه الزيرو داخل حيت عندنا علاش مهمه تكتبوا هذه دونك حتى هاد اف بريم هاد هنا
دونك هذه الاف لا فونكسيون اف التغيرات ديالها هنا لي كرواسون ايسي لي ديكرواسون تزيد تناقصيه ليميت في الصفر او لا الصوره ديال الصفر هي صفر ديجا حسبناها هنا كنخدموا هنا كنخدموا بالداله اف طبعا ليسونس ما عرفنا هادشي الصوره ديال واحد هي الانتيغرال من 0 لواحد ديال اف دو تي دي تي واش حسبناها ولا لا ما عقلتش المهم هي كتكتبوها هنا و بلس لانفيني حسبنا الليميت في بلس لانفيني كنظن لقيناها بلس لانفيني ما عقلتش بلاتي نشوف لقيناها موال لانفيني و سينو راه خاصها تكون موال لانفيني حيت راه هابطة ما يمكنش تهبط لبلس لانفيني تهبط لموال لانفيني دونك ها فوالا دابا كنتسمو درنا التغيرات لي فارياسيون دو لا فونكسيون غروند اف اوكي هذا هو الاجابة على هاد السؤال دابا غندوزو للكيسيون الجزء التاني من هاد الاخر من هاد الجزء التالت شوفوا معايا في البي دي اف سيدي هنا في الجزء كاين بزاف ديال الحوايج اللي مهمين اخدمو بلي سويت غنشوفو معايا هنا سويت اللي هي ديفيني باغ فونكسيون هادي غنهضر لكم عليها مزيان فوالا نبينو بعدا هاد لي زينيكاليتي هادو تلاتة خصكم تسربو عليهم في البلاص واخا نبداو بالإنيكاليتي الأولى اولا الف قال لك بين ان مونتري كو بور توت تي ابارتونو ا زيرو بلس لانفيني زيرو خارج خصو يخرج حتى عندنا ال ان موان تي ال ان تي انفيريور او ايغال ا ان سور او هادي ماشي غير هادي انا ما نهضرش على هادي نهضر اون جينيرال اللي كيقول لك بين شي انيغاليتي بحال هكا فيها فونكسيون فيها شويه ديال التعقيدات هنا غنعطيكم عاوتاني لي سيناريو بحال كل تلميذ كيفاش يتصرف مع هذا كل واحد كيفاش غيتصرف معاه شوفوا معايا في الطابلو دونك انا سيدي مونتريو انا هو بور توس تي ابارتونون ا زيرو هذا السؤال اللي كنسد دابا موان تي ال ان تي انفيريور ان سور او هادشي اللي قالوا لنا مبينو فوالا هنا اللي جيتي زعما تقول فوالا تقول ها انت غنقول غنأطرها زعما عندك تي اللي كنكبر من الزيرو دونك ال ان تي غتحير غتقول واش زيرو ان غتدخل بزاف ديال الحيثيات غتدخل بزاف ديال لي زينيكاليتي تبقى تخربق بزاف وغتلف ملي كيكون عندكم شي انيكاليتي فيها اون فونكسيون غتبينو شي فونكسيون اف دو تي انفيريور ولا سوبيريور ولا اللي بغيتو شي حاجة عاوتاني شي جي دو تي شي حاجة فونكسيون شي حاجة فيها تي داكشي مخربق يكفي انكم تاخدو لا فونكسيون اف دو تي موان جي دو تي هادشي كنهضر اون جينيرال هادي و تيتيديوها تحسبو لا ديريفي ديرو لا طابلو دو فارياسيون و تخدمو بلو ماكسيموم و المينيموم اوكي يعني مثلا شي داله كتشدها كدير جوج التغيرات ديالها مثلا بانت دايره بحال هكا وطالع بحال هكا هادشي اش كيعني ان هذا سيت ان مينيموم مثلا كانت في ا لا كيعني ان الداله اف الا كانت هذه سميتها الا كانت سميتها مثلا في هاد في راها بور توس تي كاين هنا في هذا المجال من هنا لهنا راها كبر من في دو ا ستادير سيت ان مينيموم هذا سيت ان مينيموم وهذا كتقدر تستنتج هذيك لينيغاليتي فهمتي بحال دابا هنا شنو غنديرو مثلا كاين جوج ديال الحالات يا اما ناخذو هذه هي لا فونكسيون ناخذو في دو تي هي موان تي ال ان دو تي و الاتيدي وان بينو انها انفيريور ان سور او اولا ناخذو موان ان سور او ناخذو هذه هي لا فونكسيون بحال نحاولو هذه لهنا ونبينو انها انفيريور ا زيرو صافي اولا تاخذ ان سور او بلس تي ال ان تي
هيا تاخذوا هذه وتبينوا انها سوبيريور ا زيرو. شوفوا انتم اختاروا اللي تشهيتوا. انا اختار هذه، ما فيهاش الموان ولا شيء، دونك نختار هذه. شنو نقولوا؟ نقولوا اون بوز، هذا هو السؤال دابا نجاوب. نقولوا اون بوز، اون بوز في دو تي هي هي تي ال ان تي بلس 1 سور او. هذه هي تكون ديفيني بلا هو ديفيني سور 0 بلس ديفيني تاع هي فوالا افيك تي كاين 0 بلس انفيني. اوكي اش غندير؟ هذه ديريفابل في دو تي اي ديريفابل في اي ديريفابل باش ديري بها، حيت انت باغي ديري بها باش دير جدول التغيرات. ديريفابل سور 0 بلس انفيني، علاش؟ حيت برودوي دو فونكسيون ديريفابل تو سامبلومون على الجواب. اي في بريم دو تي كالكيلو لا ديريفي، شنو هي هنا؟ هي هادي الديريفي ديال الزيرو غتبقى هنا غير الديريفي ديال هادي، هي الديريفي ديال تي اللي هي واحد في ال ان دو تي بلس تي في الديريفي ديال ال ان، يعني تي في واحد على تي اللي هي واحد. صراحة أنا تكلخت. نورمالمون قبل ما نديرو زعما الإشارة ديال اف في بريم دو تي، كنشوفوها فين كتنعدم، كنشوفوها فين كتنعدم أصاحبي، ما عرفت علاش. كنشوف كنديرو كنحلو هاد المعادلة، ولا حلينا هاد المعادلة غتجينا ال ان دو تي ايكالا موان زان، يعني ان بلس ال ان دو تي بلس ان ايكالا زيرو، يعني ال ان دو تي ايكال موان زان، يعني تي هو او موان او على بويسونس موان زان اللي هي ان سيغ او. عاد كنقرو اننا نديرو اودي، خلينا ساكتين، ما عرفت علاش انا والله ما تسرطت ليا بالله. تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. سير المهم في بريم دو تي لين دو تي بلس 1 غندير هنايا، انا كنوريكم كل شيء، اخطاء وكل شيء، فين نقطع في المونتاج في مقطع في مونتاج، لكن تنبغي نوريكم كيفاش بعض المرات الوقوع في الخطا هو اللي كيخليك تعلم. تي ناخذ هنايا تي كاين هنا في 0 بلس انفيني، وناخذ هنا 1 سوغ او. خدينا تي ما بين 0 و 1 سوغ او غتجينا، ها هي خديت تي كاين ما بين 0 و 1 سوغ او، غتجيكم ال دو تي انفيريور او موان 1، دونك ال دو تي بلس 1 انفيريور ا 0، دونك هذه انفيريور ا 0. هاي بريم دو تي غتكون انفيريور ا 0 هنا، هنا كتنعدم، وهنا غتكون سوبيريور ا 0 بلا شك. في غتكون تناقصية تزايدية، ها اللي قلت لكم، ها اللي قلت لكم، تناقصية تزايدية هذا سي تان مينيموم، في دو 1 سوغ او سي تان مينيموم. هادو هاد لي ليميت ما احتاجوهمش نورمالمون، في دو زيرو ليميت هنا ما معرفاش، عفوا ما عرفاش في زيرو، دونك خصنا ليميت ادغوات، ليميت ادغوات اللي غتكون هي جو بونس ليميت ادغوات ديال تي ال ان تي غتكون هي زيرو، والليميت في بلس لانفيني غتكون هي ليميت في بلس لانفيني، تكون هي بلس لانفيني بيان سيغ ديال في، فوالا ها ليميت في زيرو بلس هي انس ليميت في زيرو ليميت في زيرو بلس ديال هادا، تكون هي ندير شونجمون دو فاريابل غتكون ان سيغ او. وهنا
غتكون المهم هادو هما ماشي مهم واخا ما ديرهمش، المهم هو هادي تكون عندك تناقصات زايدية. فوالا عاود تأكد اعمل ليميت، ليميت في زيرو، ليميت زيرو بلوس ديال هادشي هو ان زيرو بلوس ليميت ديال هادي في زيرو بلوس اللي هي زيرو، غتبقى لنا هادي صافي. دونك من هنا شنو نقدروا نقولوا؟ انه بوغ توت تي ابارتينون ا زيرو بلوس لانفيني عفوا زيرو مفتوح، غتكون عندنا في دو تي اللي هي الفونكسيون اللي بوزينا هنا غتكون سوبيريور ا في دو ان سيغ او. في دو ان سيغ او الا حسبتوها غتعطيكم، غتعطيكم شي حاجة اللي هي بوزيتيف، غتعطيكم هي ان سيغ او بلوس ان سيغ او الين دو ان سيغ او اللي هي موان زا. دونك غتجيكم ان سيغ او موان ان سيغ او اللي هي زيرو. دونك في دو ان سيغ او تكون زيرو، زيرو راه صغر من هادي دونك هادشي صحيح. دونك في دو تي كبر من الزيرو اذا غنستنتجو ليغاليتي بلا ما نطول بزاف الهضره. اوكي دوزو دابا الكيستيون اللي تابعها. نشوفو معايا في البي دي اف الكيستيون اللي تابعها. مونتري كو اف دو تي ات انفيريور ا ان سور او بور توت تي من زيرو بلس لانفيني، هنا زيرو داخل فوالا. هنا اكيد غنستعملو لازم ما نقول لكم والو بلاتي تنكتب. شوفوا معايا في الطابلو قالوا لنا اننا مونطريو انه بور توت تي بارتنون زيرو بلس لانفيني هاد لا فوا زيرو داخل اف دو تي انفيريور ا ان سور او. هي فين كتبتها هادشي اللي بغينا نبينو. نتوما اش قلت لكم بالنسبه للزينيكاليتي؟ حاولوا تفسروهم قولوا هادي شنو هي، هادي شنو هي، هادي يعني اف دو تي شنو هي؟ هي موان تي ال ان تي سور ان بلس تي كاري انفيريور ا ان سور او. فوالا هنا هادي فايت مبين عليها شي حاجه، فايت مبين عليها شي حاجه. اوكي في السؤال السابق دونك خصنا نستعملو السؤال السابق. نقول اون ديجا، اون ديجا عندنا في السؤال السابق عندنا موان تي ال ان تي راها انفيريور ا ان سور او فين بور توت تي، ولكن بور توت تي شنو؟ ابارتنون ا زيرو بلس لانفيني. دونك لو كا، لو كا ديال زيرو مازال ما هضرناش عليه، ولكن بما ان اف دو زيرو ايكال ا زيرو صافي، بما ان اف دو زيرو ايكال ا زيرو دونك الزيرو راه كاين حيت اف دو زيرو هي زيرو، زيرو انفيريور ا ان سور او، زيرو راه صغر من ان سور او. بو اكس بو تي ايكال زيرو نتريتيوها بوحدها. اون اف دو تي اف دو زيرو راه هي زيرو اللي هي انفيريور ان سور او. دونك فيريفي دابا خصنا نبينوها غير بو توت تي من زيرو بلس لانفيني مفتوح من جهة الزيرو. هادشي اش نخدمو بهادي. دابا انا تخيطينا لو كا، دابا بوغ تي، دابا بوغ تي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو اون فوالا عندنا هادي الكيستيون بريسيدونت. دونك شنو غنديرو؟ يل سوفي ان نديفيزيو على ان بلس تي كاري. ان بلس تي كاري كي دايره موجبه قطعا يعني ديفيرونت من زيرو. دونك موان تي ال ان تي دغيا خصكم تستنتجوها 1 plus t carré inférieur à 1 sur e 1 plus t carré ou elle dira inférieur à 1 sur e évidente ça va. Et donc d'après Hedi ou Hedi les deux cas elle n'a pour tout t appartenant à 0 plus l'infini f de t inférieur à 1 sur e la même chose. Ok désolé la question qui suit je fais ma fpdf. Après, il s'intige déduire que grand f de x est inférieur strictement à x pour tous x qui est 0 plus l'infini. On a dit que x est 0 plus l'infini. On a montré où il s'intige. Il s'intige. Il s'intige, c'est-à-dire d'après ce qui précède. Voilà. Je vous dis, je vous mets un tableau. Il s'intige.
اننا نمونتريو انه بور توت اكس ابارتنون ا زيرو بلس لانفيني عندنا اف دو اكس انفيريور ستريكتومون ا اكس. سمتو هادي هادي شنو هي؟ هي الانتغرال من زيرو لاكس اف دو تي دي تي. خصنا نبينو انها انفيريور اكس. فوالا حنا شنو باش نوصلو لهاد التأطير خصنا نبداو بالتأطير ديال اف دو تي وندخلو الانتغرال. حنا عندنا التأطير ديال اف دو تي في السؤال السابق. دونك هادشي اللي غنديرو نقولو ابخي لا كيسيون بريسيدونت. عندنا بور توت تي appartenant à 0 plus l'infini. وهنا ماشي مشكل، الا كانت محققه في 0 plus l'infini مغلق، محققه حساب 0 plus l'infini مفتوح، لان هذا ضمن الاخر. دونك اف دو تي عندنا انفيريور ا 1 سور او. هادشي اللي عندنا خصنا ندخلو الانتغرال. دونك غتكون عندنا الانتغرال دو 0 ا اكس اف دو تي دي تي انفيريور ا الانتغرال ديال 1 سور او دي تي 0 à x. C'est assez simple. Quand on calcule, voilà, puisque voilà, c'est ce que nous avons dit, f de x. Donc, inférieur ou égal. Inférieur ou égal à nous. Ok, nous avons dit inférieur strictement. Je vous ai dit, puisque nous avons dit, l'intégrale de 0 x 1 sur e dt. سي ان سوغ او تخرج برا هاد لانتيغرال و تبقى عندنا بريميتيف لي هي كا زيرو اكس لي هي ان سوغ او فوا اكس ان سوغ او ولا بحال اكس على او. فوالا اكس على او كي داير هاد اكس على او؟ راه انفيريور ا اكس ستريكتومون. هاهي انفيريور ستريكتومون ملي غتجي لاجي كتبوها بعد هنا. دونك غتكون عندنا اف دو اكس لي هي هادي انفيريور ا هادي اللي هي هادي. دونك انفيريور او ايغال 1 سور او اكس وهادي انفيريور ستريكتومون ا اكس. دونك كنستنتجو هادشي هذا بور توت اكس ابارتنون ا 0 بلس لانفيني اف دو اكس انفيريور ستريكتومون ا اكس. صافي فوالا. نعتبر المتتالية العددية اون ديفيني بار ديفيني بار هادي. شوف معايا في PDF هنا هادي U0 appartient à 0,1 l'intervalle 0,1 مفتوح من جهة واحد ومن جهة صفر. وعندنا هاد لا غولاسيون دو ريكورونس لي هي U1 بلس 1 تيكال F دو UN بور توت N appartenant à N. هنا واقع بور توت N appartenant à N. وي